الخصوم سواء دول أو أفراد، وأكيد طبعا يعني أن تكون في يعني قمة، يعني قمة العالم نحكيها. هذا بشكل عام طبعا، يعني هذا هو طبعا فصل أول من يعني دورتنا، وهي موضوع بصراحة يعني ورشتنا. وطبعا هناك الفصول الكثيرة في هذه الدورة، راح أترك المجال للأسئلة إن شاء الله حتى نختم يعني في العاشرة. وبارك الله فيكم. في عندنا أسئلة، في ناس. طيب إخواني، بالنسبة للفيسبوك يا جماعة، وأنا يعني أنا مرات حتى صدقا كنا وقعنا في مطبات في كثير يا جماعة. بالضبط، يعني أنا بدي أنصح الجماعة اللي بيشتروا عبر الإنترنت، يا جماعة الشراء عبر الإنترنت لا تشتري إلا من مواقع معروفة يا جماعة، موقع زي علي بابا، موقع زي أمازون، كان زمان سوق دوت كوم شرتها أمازون، هل الآيفون أكثر أمانا كما يقولون؟ هي الفكرة إنه يعني طبعا الآيفون لا يقبل إلا ملفات خاصة به، يعني مهارات الآيفون. خلينا نرجع حبة حبة عشان ما نضيعش الأسئلة، خلينا نرجع بشو بالآيفون. الآيفون نحكي عن الآيفون مثلا، لا يقبل إلا روابط هو يا جماعة، لا يقبل إلا روابط وبرامج منه نفسه، تمام؟ وبالتالي يعني نظرية المصادر غير معروف مش موجودة عنده. ليش؟ لأنه بس هو عم بيشرع برامج اللي عنده. أي نقطة، مضاد الفيروسات تطلع الكمبيوتر الشخصي مش شرط، لكن بيعتمد إذا كان الأبديت عنده سيء، الأبديت سيء. بس نظرية التبطيء قلت عنها دكتور إحياء، أنا حكيت عنها سابقا دكتور لما قلنا عن شغلة الداتا بيت والكودينج بيت، كل ما زادت خانات التشفير أكيد هتبطئ النظام طبعا، فهم براعوا إنه يكون في تشفير بحد معين ولكن تبقى سرعة النظام موجودة. على الفيسبوك على الواتساب أنا مرحباكم، أنا يعني على أساس ما أنساش. طيب هاي للجميع ولا؟ طيب خلينا أبعث بس للجميع، أنا خلينا أبعث للجميع كل إخوان. صفر صفر. طيب هذا هو التليفون. في عندنا، طيب في عندنا يعني لينكد إن أكثر من الفيس، يعني الفيسبوك يا جماعة للهواة، لكن لينكد إن للخبراء بصراحة. يعني أوكي، هذا اللي هو اللينكد إن، هذا هو لينكد إن. طبعا والله الموضوع اللي الأمن السبراني بده ساعتين، أنا بقول لك بده يعني هو بده دورة، بده واحد يأخذ ويمشي في الموضوع ويدخل بال يعني المواصفات. أي شيء بتقول يا إن شاء الله، أنا إن شاء الله بكون موجود. يعني أقل لي الفيس، طبعا في واتساب هنا اللي بيحكي معي على الواتساب إن شاء الله بضيفه على جروب الواتساب يعني أوريدي. طيب يعني هذه أهم شيء، يعني هي اللينكدين وهي الفيسبوك، فحياكم الله. وإن شاء الله زي ما قلنا إن شاء الله في حيكون إن شاء الله في دبلوم في الأمن السبراني، يعني لا يقل عن 6 أسابيع. أنا إن شاء الله عارضه، أنا بجوز أكون إن شاء الله أسبوع الأول واحد راح أكون في دبي، في عندي 4 أسابيع ضمن هواوي. بعد شهر واحد إن شاء الله يمكن تفتح، ما بعرفش يكون، وندخل ب يعني دورات أخرى للأمن السبراني. أنا إن شاء الله في عنا عم نعلن عن دبلوم في الأمن السبراني، راح يكون إن شاء الله أونلاين إن شاء الله. وطبعا في عنا يعني منصة إحنا أصلا فاضينها بالإعلان والتسويق لهذه الأمور، وبتوقع يمكن هم حتى عم بحضروا معنا، يعني راح يكونوا متواجدين معنا جماعة جو أون أكاديمي، هم موجودين معنا. البرزنتيشن يا جماعة موجود على، بالمناسبة هذا البرزنتيشن هو مجاني من سيسكو، لكن حيكون في متقدم منه مش مجاني. هذا البرزنتيشن موجود مجاني من سيسكو طبعا على نيتاكاد، طبعا
انت لازم تعمل الاكاونت تبعك nitacad.com، هذا فري، هذا فيك تتواصل فيه، مرحبا بكم، فري طبعا مجاني. نعم، بحيث انك طبعا لازم تعمل عادي اكاونت بسيط فري، وتستطيع تدخل في بعض الدورات وستحصل على شهادات حضور منهم، واللي بيجيب علامات طبعا بعد دراسه الديمو هذا الفري المجاني وبيجيب علامات فوق 75% بيحصل على شعار من سيسكو. حتشوفوا بعض يعني انا بحب افرجيكم صراحه، تشوفوا اشوقكم شويه يعني، حتى الناس اللي بيقول لك انا بديش اتعلم، لا اتعلم، شوف يعني شهادات مبدئية مجانية على أساس إنك تمشي أمورك، بعدين بتصير في يعني شهادات بفلوس. طبعا أنا أفرجيكم بس هاي بعض الشهادات المجانية اللي هسه متوفرة أصلا على أساسكم، في عنا CNA Bridging. نعم، إحنا بنتعلم في الأخير ونأخذ الشهادات. دكتورة ما أشكرك طبعا، إحنا النهاية خليني أفوت عن طريق الصور عشان تتبع صور بعض، أنا فايت عن طريق لأني أوكي هاي نشوف. طيب هاي هذه طبعا دورات الان مجانيه على سيسكو، في الرياده، في بالعربيه، في الانجليزيه، جيت كونكتد، تحكي عن الاي تي بشكل عام. هاي الشعارات اذا انت جبت معدل 75 او اكثر في الامتحان اكيد راح يعني يعطوك، هذا فري طبعا، لكن في شيء متقدم طبعا بفلوس، في مقدمه في انترنت الاشياء، في مقدمه في الامن السبراني، في مقدمه في ماكس تريسر اللي هو محاكي الشبكه. ها في هذول في لينوكس، طبعا اللينوكس هي اصلا مش من سيسكو، لكن سيسكو اكاديمي عملت اتفاقيه مع لينوكس بروفيشنال انستيتيوت واعطوا طبعا شهادات في بسموها اللينوكس اسينشال كورس، وفي لينوكس انهاشد كورس، طبعا تعطيك البيسك تبع اللينوكس اللي بخليك تبلش شغلك في الامن السبراني. في نتورك اسينشالز، وفي عندنا هي طبعا في دورات مش كلهن، في دورات منهم كان بالعربيه وفي منات بالانجليزيه. نعم هي صديقي، انا يمكن خليني افتح على الكل، يمكن انا وديت الرساله خاصه، انا اسف ما انتبهت لما وديت الرساله. هو على كل حال هو اصلا عامل لي شير سكرين، وبالتالي هي طلعت عندكم اصلا nitacad.com، شايفين كيف. ولكن يعني بدك برضو كمان يا صديقي الموضوع يعني هلا في ناس عم تدرس لحالها عم تعدي معها الامور، لكن في ناس يعني بصراحه تحتاج مدرب عشان يمشي معها ويلخص الموضوع، لانه في كثير يعني في كثير كلام وكلام وكلام والى اخره يعني. طبعا هاي يعني بعض الدورات والامور هاي، ويعني بالمناسبه مش بس سيسكو يا جماعه، افتح على موقع لينكد ان، لينكد ان في كثير يا جماعه من الدورات المجانيه في لينكد ان يا صديقي، افتح لينكد ان في دورات مجانية. يعني إن شاء الله أي شيء. نعم نحن نقدم دورات بالمناسبة، نقدم حتى كمان في بالمناسبة يا جماعة لريادة الأعمال، أنا بالمناسبة مختص ب يعني أدفايزر لبطاقات الأعمال. هل يمكن استغلال بيانات في غير البطاقة البنكية؟ نعم صديقي أخوي محمد العدوي، يمكن استغلال البيانات في غير البطاقات الذكية طبعاً، أو في غير البطاقات البنكية عفواً. نعم حكينا مثلاً البطاقة الطبية، البطاقات الطبية، لأنه يا جماعة هسه حالياً أنتوا عم تشتغلوا هسه أونلاين، في كثير من العمليات عم بتتم أونلاين. عندنا في الأردن مثلاً فقط دينارك، اللغة عائق؟ لا، ليست عائق بالمرة لتعلم السبراني بالمرة أبداً، يعني في منها أصلاً مقدمة السبراني مترجمة عربية، وفي منها بالانجليزي، يعني في منها بالعربي في منها بالانجليزي، ولكن حتى دورات بالانجليزي احنا بنعرب، يعني نحن اصلا معظم طلابنا عرب اصلا اوريدي، يعني احنا بنقدم دوره بالعربيه ودوره بالانجليزيه للطلاب العرب والاجانب يعني، وبكل اللغتين. حتى انا على عندي على اليوتيوب وعلى اللينكد ان وعلى الفيسبوك يعني بتحدث باللغتين بالفيديوهات تبعتي. بدي ان شاء الله ما يكونش في شيء يعني ضاع مني. اللغة ليست عائق للتعلم أكيد، يعني ممكن هو حتى يعني المدرب ممكن يعني يدرب لك أو يحسن لك فهم اللغة. بالنسبة لأخوي مثنى الحميدي، نعم إحنا بندرب دورات الأمن السبراني من الألف إلى الياء، من البداية توصل لحد ما اسمه لك أنت سوك اللي هو Security Operation Center، طبعا يعني طبعا تدرج في المدربين يعني
على الاقل انا بعطي البيسكس يعني والمهاي. اكيد في معنا طبعا احنا اكيد في ناس عم بتساعدني لانه الدورات كثيره، لاني انا برضو كمان بعطي في الاتصالات، في الشبكات، في مراكز البيانات، رياده تكنولوجيا المعلومات. وطبعا هاي في دوره اصولا من سيسكو، في منها رياده الاعمال بالعربيه وبالانجليزيه، فان شاء الله كلها راح تكون متوفره. واي مشاركات على عمران انا يعني حتى بعثت لعمران، انا جاهز ان شاء الله، جاهز لعمران في يعني في مجتمع عمران لاي سيمينار مجاني كل شيء على خليه مقدمه في البرامج اللي عم نقدمها ان شاء الله. وشكرا جزيلا يعني في النهايه. ربنا يحفظك دكتور حسن، كل الشكر. كل الشكر دكتور. نعم بس بدي اقدم شكر لمجتمع عمران الحقيقه. دكتور حسن انت من كنوز علمنا العربي، الله يبارك فيك، واحنا كنا كنوز وعندنا انت الله يبارك فيك. احنا مجتمع الله عربي. يحفظك انت من قمم علمنا العربي، نفتخر بك. الله يبارك فيك، وعندنا في شباب يعني نجد مختلف كواليس، صدقيني ان شاء الله يوصلوا وحيكون اسمهم لامع ان شاء الله، وفي افضل منا ان شاء الله، وحيكون ان شاء الله باذن الله في المستقبل يعني. واحنا هدفنا انه احنا نساعدهم يعني اكثر مما العمل بس في يعني دورات متخصصة، حتى في الريادة وفي القيادة يجب كل مدرب يعطي اللي عنده، لأنه هاي الدورات أصلاً دورات عامة وشاملة، يجب كل مدرب يكون مرق عليها قبل ما يكون أصلاً متخصص. كل الشكر لحضرتك يا باشمهندس حسن. معك دكتور وليد من جمهورية مصر العربية. حياكم الله. شكراً لحضرتك فن. حياك دكتور وليد، حياكم الله. نعم، وأشكرك على يعني على هالرسالة الطيبة إن شاء الله. وبالعكس والله انا يعني اتمنى زياره مصر قريبا ان شاء الله. يشرفنا يا فندم. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم. الله يخليك يا فندم، متشكر جدا. حياكم الله. وشكرا لمخيم عمران، المخيم الافتراضي اللي عمله مؤشر عمران. الصراحة يعني احنا تعرفنا على صحبة من العلماء الاجلاء، وفعلا فخر للوطن العربي كله يعني. جزاكم الله كل خير. الحمد لله، كلهم افضل مني الحمد لله يعني، وكلهم ما شاء الله عليهم. شكر للجميع. أشكر للجميع حقيقة، أشكر لخبرائنا، أشكر لكل من شارك، لكل من تفاعل، لكل من اهتم وحضر، جزاكم الله كل خير. شكرا دكتور حسن، شكر خاص لك وكبير لتعاونك المستمر حقيقة، وروحك السامية ربنا يجازيك بكل خير. الله يبارك فيك. نحن فقط ننوه إلى أنه يوم 26 أو 27. نعم، ربنا يحفظك دكتور. فقط لمشتركينا يوم 26 أو على فقط أنوه على اختبار المخيم، إن شاء الله يصلكم على البريد لمن سجلوا في الاستمارات الحضور، هو سيصل تحديدا لمن سجلوا في استمارات الحضور، يصلكم على البريد. الاختبار فيه 10 أسئلة، يعني أسئلة يعني واضحة جدا من الأمور اللي يعني اللي هي مركزة أو يعني واضحة جدا في المحاضرات، لا تقلقوا بشأن الاختبار. هيكون في اختيارات من متعدد، تلقائيا لما تجاوب وتحصل على 60% تلقائيا تصلك شهادة على بريدك، فأنت فقط لما تكمل الاختبار تأكد أنك أرسلت الإجابة، ثم انتظر دقائق قليلة، تأكد أن البريد يعني إذا كنت حصلت على أكثر من 60% سيكون الاختبار وصلك على البريد. فهذا هو كل ما في الموضوع، يعني الاختبار بسيط، ستختار من متعدد، ستصلك الشهادة تلقائيا عبر البريد. أي سؤال إذا عندكم حول الاختبار تفضلوا. هو جميل فكرتكم، أنا سبحان المداخلة، هي جميل نفس فكرة سيسكو اللي بيجيب معدل معين فما فوق بيحصل على شعار أو تكريم أو شيء يعني عشان التحبيب المنافسة يعني. صحيح. يعني لازم يكون في عنا شوية دراسة يا جماعة الخير. سيدتي عزيزة، أنا أقول بنفسي أنا عندي دورات آخر يكون دورة امتحان، يعني لازم نعمل تقييم. تمام، يعطيك العافية. بالنسبة لل السلام عليكم أو الشهادة لو سمحتي، الشهادة راح تفضلي سالينا، راح تكون منفصلة لكل يوم أو لكل محاضرة، لأستاذ مثلا أستاذ الأمن السبراني اليوم في له شهادة خاصة، ولا أمن المعلومات له خاصة يعني، ولا شهادة متكاملة للمخيم ككل، شهادة واحدة هي شهادة للمخيم ككل، شهادة المخيم ككل، وموجود فيها باركود أو كيار كود بحيث يكون واضح المخيم ما هو، ما هي محتوياته، ما هي محاضراته، ما هي أنواع المداخلات وأنواع الورشات، فهي شهادة واحدة لكل المخيم. شكرا جزيلا، شكرا، بأمان الله. ويكون عندكم 3 أيام حتى تجيب على الاختبار، يعني يوم 1/1/2021 تقفل الاستمارة تبع الاختبار، يبقى عندكم أسبوع واحد فقط للاعتراضات،
ثم خلاص نغلق الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن مداخلة؟ هذه المواليد طالب دكتوراه في الحكامة الرياضية المغرب، المملكة المغربية. صراحة في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لمنصة عمران على هذه الباقة المتميزة بالمواضيع الهامة ولأنها الراهنية ديالها، خصوصا في ظل كورونا، هذا الداء الذي نتمنى من الله عز وجل أن يرفعه علينا. وكنشكروا جميعا صراحه مداخلات متميزه في هامات كبيره في الصعيد على الصعيد الوطني اللي اتحفتنا صراحه معلومات مهارات تقنيات جديده. وصراحه الموضوع ديال اليوم سي حسان صراحه مهم بزاف، فشكرا جزيلا. انا عندي واحد الملاحظه بسيطه، بما ان هذا مخيم وتبارك الله يجمع مجموعه من خيره الاطر، سواء كاطر اكاديميه او اطر مهنيه مختلف المجالات، لما لا تفكر بالخروج مجموعه ديال التوصيات بناء على هذا المخيم هذا. لحقاش الفنا ان المخيمات في اخر المخيمات كيخرجوا مجموعه ديال التوصيات من اجل المحاوله ديال الاجراء ديالها على ارض الواقع، وكنستغل الحضور ديال هذه القامات الكبيره في هذا المجال هذا. ومن التوصيات صراحه اللي اقترح انا بناء على هذه المحاضره الاخيره هو لما لا التفكير في برمجه هذه المواد خاصه بالامن السيبراني في المقررات الدراسيه من اجل اكساب الاطفال ديالنا تلاميذ مؤسسات تعليميه مجموعه ديال المهارات، مجموعه ديال التقنيات اللي غادي تخول لهم انهم يولجوا الولوج لهذا المجال باريحيه وبامان اكبر. والنقطه الثانيه اذا كان ممكن سي حسن ربما غادي يفهمني الدكتور حسن، هو نحن ربما في هذا المجال ديال هذا لا سيكوريتي سيبرنيتيك كنمشيو اننا كنعالجوا المشكل فاش كيبان، عندما يظهر مشكل ما فنحاول ان نعمل على وضع مجموعه ديال التطبيقات ديال لوجيسيال من اجل الحد من تطور هذا. لما لا التفكير في اصل الداء شنو هو؟ هو مثلا خلق نشر واحد الثقافه ديال الثقافه دي واحد الامباكت ديونتولوجيك ميتا اخلاقي، ونشر القيم ديال الاخلاق وديال احترام الاخر منذ الصغر. دائما اعود الى الدور الريادي ديال التعليم من اجل نشر واحد الثقافه ديال احترام الاخر، وبالتالي تقليل، لا اقول القضاء بصفه نهائيه، ولكن تقليل من الحده ديال الانتشار ديال هذه الاختراقات على مستوى المعلومات في البيانات الخاصه. وشكرا جزيلا لكم مجددا، شكرا جزيلا. طيب فيما يخص انه نخرج بتوصيات، احنا عاده في مؤشر عمران في كل ملتقى نحن كفريق نسجل المقترحات التي يمكن أن ننفذها والتي يمكن أن يعني تأتي بمنفعة. فإحنا بالتأكيد الآن يعني مثلا في هذا المخيم عندنا مقترح أو مقترحين ركزنا عليهم، نحن بدأنا نناقشهم حقيقة داخل الفريق، وممكن في الشهر القادم أو الشهرين القادمين أو الثلاثة يكون لنا ملتقيات أخرى تكمل أو تناقش المقترحات التي نريد أن نركز عليها. في الشهر الواحد إن شاء الله نحن عندنا أيضا ندوة، الآن أود أن لا تحبون يعني تحضروها، هي في الاتحاد الاقتصادي العربي، يعني كيف نعمل وحدة اقتصادية عربية، نناقش أيضا هذا في هذه الندوة يعني مجموعة من المبادرات والمقترحات. فنحن بالتأكيد أوردي يعني أي مخيم إحنا مسجلين مجموعة مقترحات تخدم هدفنا كمؤشر عمران، نحن نهدف بتقديم حلول أو فرص لدولنا العربية لكي تحصل على مراتب أعلى في معايير التنافسية العالمية. فنحن مجال عملنا في التنافسية العالمية تحديدا مسألة القيم نتناولها في عمران في جانب آخر، هو جانب المدونات اللي هي تختص بالفكر والتنظير. فهو عمران مجموعة مشاريع، ربما تلاحظون في الفيديوهات التي نضعها لكم، عمران هو مجموعة أقسام. القسم الأول هو قسم المشاريع، يستقبل أفكار الشباب الهادفة ويقدم لها التكوين والدعم ودراسات الجدوى والاستشارة كي تتحول إلى أفكار ومشاريع، يعني تدخل الأفكار في تنافس، والأفكار التي تنجح في هذا التنافس هي التي تدخل في برنامج تدريبي طويل ربما لسنة أو سنة ونصف ثم تتحول إلى شركات ناشئة. القسم الثاني هو قسم الأكاديمية، وهم يقدمون دورات تدريبية تخصصية في الإدارة والبزنس وأمور أخرى. القسم الثالث هو المدونات، وهم مختصين بالفكر والتنظير بشكل عام. أما نحن المؤشر فنختص تحديداً بمعايير التنافسية العالمية ومراتب الدول العربية والإسلامية في هذه المعايير، ولذلك نحن نركز على هذا الموضوع. يعني المعايير التنافسية هي 12 معيار،
اللي فيها المؤسساتية، البنية التحتية، التكنولوجيا، المهارات، القدرة الإبداعية، الصحة، سوق العمل، سوق البضائع، حيوية العمل التجارية، والاقتصاد الكلي، والنظام المالي. هذه 12 معيار هي التي نركز عليها تحديداً في مخيماتنا أو ملتقياتنا، وحتى في المبادرات التي نقوم بها والعمل عليها هي التي تختص بهذه المعايير تحديداً.